وصفة اعتمديها في شعبان وإن شاء الله بإذن الله ستفك جميع أسحار الأرحام، وكذلك غدا تفرحي بالحمل من حيث لا تدرين ولا تحتسبين. وشكر خاص أول شيء على تعليقاتكم كيف ما خلاتوا لنا هاد السيدة اللي تنشكروها بزاف 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 على ثقتها في وصفاتنا. هذا شرف كبير لنا، ونقول لكم راكم أمانة عندنا، واكيد اكيد اكيد كنتقاسموا معكم الوصفات الناجحه 1000%، وكنحاولوا ما امكن اننا نعالجوا جميع الحالات وتنطرقوا معكم لجميع الاسباب، او لتنعطيكم وصفات لجميع الاسباب اللي تقدر انها تاخر عليكم الحمل او تكون سبب في تاخير الحمل والعقم، وكذلك حتى المشكله تكون عند بزاف ديال الناس اللي هو الاجهاد. اليوم هذه الحلقه او هذه الوصفه مجربة 1000% معتمدة عند الناس ديال بكري وعند الجدوات ديالنا بدون سحر بدون شعوذة. ولكن قبل من هذا الشيء كامل، قبل ما غادي نبداو في الحلقة ديالنا، نتمنى 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 انكم تضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب صابوني، لان بزاف منكم ما مشتركينش في القناة، وهذا الشيء اللي كيخلي الفيديوهات ما تيوصلوش لكم. وكذلك نتمنى انكم تضغطوا على زر الجرس، ديروا شو نوتيفيكاسيون، ماشي غير جرس بحثو، الجرس جوج ودينات، ديروا شو نوتيفيكاسيون باش توصلوا بجديد الفيديوهات. نعتذر على هذا الخبيط اللي عند راسي لانه خبط 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 خبط، عارفين الاصلاحات يا ربي يا مولاي، قدر كل واحد على الاصلاح ديال حاله باذن الله تعالى. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكون اللي غادي نحتاجه في هاد الحلقة أو في هاد الوصفة، كيف غادي تشوفوا معنا، هو مكون طبيعي 100%، وفي نفس الوقت عنده فوائد كثيرة اللي أكيد 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 تينفع لإبطال جميع أنواع السحر، وكيمنع كذلك احتباس الماء والسوائل في الجسم، وكيعمل على علاج المشاكل الهضميه لمن بينها فقدان الشهيه. تقولي سهام تجاب فقدان الشهيه الحمل، نبغي نقول لك ان التغذيه كتلعب دور كبير بخصوص هاد القضيه، وهذا الشيء علاش تنصحك دائما 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 انك تعتمدي على تغذيه صحيه بعدي من السكريات من المقليات، لانها كطلع لا طونسيون ما كتخليش نهائيا العمليه ديال الحمل تكمل. كذلك بعدي من المشكل اللي تيكون عند بزاف ديال الناس اللي هو تياخدو كيف سبق وذكرت في حلقات قبل، كياخدو هذا حبوب فوارة، الشيء اللي كيخلي عندهم هاد المشكل ديال هذا ديال تأخر الحمل. اوكي، دونك هنا ردوا البال من هاد القضية. هنا أول شيء كيف تنقولوا أو لا، الأشياء اللي تنركزوا عليها دائما 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 أننا نعرفوا السبب، لأنه بعض المرات ما يكونش عندنا سحر ديال الأرحام، بعض المرات كتكون مشكل ديال عين، حسد، مس شيطاني أو لا سحر، وهنا للأسف الشديد كيتأثر الجسم ديالنا، وكذلك حتى الأشياء اللي داخلية في الهرمونات وغير ذلك. كذلك تملي يكون عندك جين عاشق تتسبب لنا في هذه القضيه، كذلك ملي تيكون عندنا تيكون عندك السحر قبل ديال تعطيل الزواج، والسحر تصفيح والسحر تفريق، وتيتولد عليه من بعد السحر ديال العقم واسقاط ديال الاجنه. دونك هنا ردي البال من هاد القضية، يعني ما تخليش السحر مغلغل فيك او لا هاد القضية مغلغلة فيك. كذلك حاجة اخرى نبغي نقول لكم، عند ارتفاع الحرارة ديال الجسم ديالكم راه ما تيبقاش نهائيا مشكل، او لا ما تيبقاش نهائيا كيف تنقول تيولي من بين اهم الاسباب اللي كتسبب لنا هاد المشكل ديال العقم او عدم الحمل، او هنايا عندنا العكس ملي كتكون عندنا بروده في الجسم اللي هي كثيره. دونك هنا ردوا البال من هاد الاشياء. كذلك حاجه اخرى اللي جد مهمه، هنا بعدا في الوصفه ديالنا غادي نحتاجوا الحرمل. الحرمل من اروع واحسن وافضل الاشياء اللي ممكن اننا نعالجو بها، وديجا نصحتكم به في عدة وصفات، غنوريكم الطريقة الصحيحة للاستعمال ديالو.
هنا راه هاد باش غادي تعرفي واش عندك مشكل ديال سحر اولا، عندك مشكل اللي هو عضوي، باش ما نوقعوش في خطأ اولا في الخلط ما بين هاد الامور. ملي تيكون عندنا تاخر الحمل بسبب السحر، تيكون اول شيء نفور ما بين الزوج والزوجه، نفور ما بين الزوج والزوجه، خصام كذلك بدون سبب، شعور المريضه بالام وبحراره في الجسم ديالها، خاصه في هذيك البيريود ديال 12 13 14 يعني كترتفع علينا درجات الحراره بشده. كذلك عدم انتظام الدوره الشهريه، رغم انك تاخدي دي زورمون او لا تاخدي ادويه باش غادي تقاد الدوره الشهريه، هنا ما تيبقاش ما تتقادش نهائيا، وتتكون عندك مشكل ديال اللخبطه. كذلك حاجه اخرى اللي هي جد مهمه بالنسبه للناس اللي تعانيوا من هذه القضيه، تيكون عندهم اغلبيته مشكل ديال تعب خمول في الجسم ديالهم عيا بدون سبب، وكذلك يحسوا براسهم راهما مقجوجين ومجيفين. دونك هنا ردوا البال. غادي ناخذوا هنا المكون ديالنا اللي سبق وذكرنا وتكلمنا عليه، وغادي ناخذ زيت الزيتون اولا زيت حبه البركه. الا لقيتوا الزيت ديال حبه البركه رائع وغزال، لا بالنسبه للعين ولا بالنسبه للحسد ولا بالنسبه كذلك لجميع انواع السحر، سواء ديال اللي تيكون في المقابر او اللي تيكون مرشوش او اللي كيكون داك ديال اللي مخطي او غير ذلك، كتكون تيكون رائع، خاصة بالنسبة حتى للعزيبات. وهاد الوصفة غتنفع حتى بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل ديال تعطيل الزواج، ننصحكم انكم ديروها ولكن طريقة مغيرة، غادي نتقاسمها معكم في الحلقات القادمة. من بعد هنا غادي ناخدو هاد الخليط، غادي نوضعوه في واحد القرعة او لواحد الزجاجة، وغادي نقراو عليه الفاتحة، غادي نقراو عليه كذلك سورة البقرة الأواخر ديالها، وغادي نقراو كذلك هاد الدعاء. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالحمل والبركات، وانفخ في أرحامنا روحا طيبة، واجعله بداية أجمل الأقدار، ولا تذرنا فيه فردا، وأنت خير الوارثين. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالحمل والبركات، وانفخ في أرحامنا روحا طيبة، واجعله بداية أجمل الأقدار، لا تذرنا في لا ولا تذرنا فيه لا فردا، وانت خير الوارثين. بالنسبه لهذا الزيت اكيد كناخذوه وتنقراو هاد القضيه اللي قلت لكم عليها، ومن بعد كنبداو تنستعملوه. ولكن قبل من هذا الشيء كامل ديال كنقراو كذلك سوره مريم 7 مرات عليه، كنديروه في واحد البلاصه من الليل الليل ملي كتبغي تنسي، كدهني به الجسم ديالك كامل، خاصه من جهه البطن ديالك، وان شاء الله باذن الله غاديه تبطلي جميع انواع الاسحار، خاصه السحر اللي تيكون ديال تعطيل ديال عقد او لا العقم او لا تعطيل الرحيم. اكيد مع الوصفات اللي غنخلي لك الرابط ديالها في صندوق الوصف ان شاء الله باذن الله. شكرا خاصه على المتابعه والى اللقاء.